بعدنا نحن علقانين بال علقانين بالتفاصيل. نعم. بالوقت اللي هو العنوان العريض منه جاهز. لحظة انتخاب رئيس الجمهورية ما وصلنا لها. هلا نحن عم نضيع اللبنانيين بالشكل. أنا برأيي بدل ما نلتهي بالبحث هلا بملف عارفانين كلياتنا سوا إنه منو مطروح بشكل جدي لا خارجيا ولا داخليا رح يوصل للنتيجة، خلينا نحن نروح على بحث مثلا بملف المودعين. هذا قراره لبناني وبحثه يتطلب مجهود وزاري ونيابي، لأنه هيدي كارثة حقيقية للناس موضوع المودعين وتركهم واحد ينامي في ما يلاقي مصرياته، لأنه هذا الملف يلامس حياة الناس بشكل يومي وبيشيل البلد من كارثة. أما أنه نضلنا نحكي نحن بموضوع رئاسة الجمهورية وكل ياتنا سوا، لك بدل لك شغلة، كل القوى السياسية اللي عم تحكي بالملف الرئاسي بيعد الكاميرا بيقولوا لك ما في شيء جاهز، الوقت مش وقت رئاسي، وبالتالي نحن عم نضيع وقتنا. وأنا أعتقد وقد أكون مخطئا بس بالتحليل أنه كمان ملف الرئاسي قبل حرب غزة ما تنتهي وبالتالي توقف جبهة جنوب لبنان. لا 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 أبدا، حزب الله إذا بينحكى معه بالرئاسة أحب يحكي. طب بعد ما رد حزب الله على مبادرة الاعتداء، حزب الله أنا وجهة نظري مقتنع فيها مثله مثل كل الأفرقاء، إذا مطلوب مني أمن نصاب لعيون فلان وعلتين أنا ما بأمن نصاب، إذا المطلوب مني استدراجي على المجلس لأطلع أنا أني تخليت عن مرشحي أو غدرت بمرشحي. يعني عنده مشكلة حزب الله بموضوع الضمانات اللي طالبتها الاعتدال بأنه الجميع سيحضر الجلسات لن يقاطع؟ يعني لأنه قريق سمعنا بمقابلات لنواب الاعتدال يقولون أنه من ضمن الشروط اللي واضعينا أنه بعد ما يعملوا التشاور في ضمانات بدها تقدمها الكتل النيابية بأنها لن تقاطع أي جلسة من الجلسات التي ستعقد لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي هذا ينسحب على ما حدا بيعطي ضمانات. ما حدا بيعطي، إذا مطلوب ضمانات بلكن على بكرة هذه الضمانات قدمناها وطلع جهاد أزعور رئيس الجمهورية مثلا. طب هذا عمل ديمقراطي، وين المشكلة؟ يعني إذا ديمقراطي هلا عمل ديمقراطي مش ببلد بيشبه لبنان. يعني نحن ما في، أنا أجزم لك أن ظروف الحرب في جنوب لبنان عقدت أكثر ملف الرئاسي، ملف الرئاسي وصعبت الشروط التي تؤدي بنا إلى الوصول إلى انتخاب رئيس. في شيء بده لك البلد بده بحث أعمق. بحث بماذا؟ يعني إذا حدا معتقد أنه انتخاب الرئيس أنه نحن بدنا نجيب صورة نعلقها بالمكاتب حتى ما يضل ما في صور لرئيس الجمهورية بالمكاتب هو مخطئ. رئيس الجمهورية القادم سيشرف سياسيا على مرحلة يعاد فيها صياغة المشهد على مستوى كل المنطقة، وبالتالي في فريق علنا اسمه حزب الله وحلفائه لا يطمئن لمين من كان بهذا الموضوع، لا يطمئن له، وبالتالي هذه المقاربة يلي واضح جدا أو البعض يعني في حدا بيقول أنه هذه المقاربة الهدف منها نوصل لجوزيف عون. طيب ما في فريق سياسي بالبلد من قابل بجوزيف عون يمكن، او في فريق سياسي بيقول لك انه هيدي بتادي للوصول لسليمان فرنجيه بيروحوا، انا عم بقول لك ما بيروحوا، او في فريق سياسي او في حدا بيقول انه انا رح معادله بسيطه، كل الذين قرأوا المبادره اعتبروا انها تؤدي الى الخيار الثالث بغض النظر عن الاسم، وانا بقول لك حتى الساعه لا خيار ثالث، لا خيار ثالث لدى فريقنا السياسي، مرشحنا سليمان فرنجيه. وبالتالي مع احترامي للنائب وليد البعرين ومع احترامي لأعضاء التكتل، مش بهيدي البساطة ملف الرئاسي في لبنان. أنا بقول لي عم تشوفهم عم بيتعاملوا مع الملف ببساطة مش في مكان يعني ما؟ مش القصد ببساطة، مش بهيدي السهولة، خلينا نقول حتى ما تفهم الكلمة. برجع بقول لك أنا أحترم التكتل وأحترم نواب هذا التكتل، ما في مشكل سياسي أنا وياهم، مش بهيدي السهولة. أنا بقول لك إذا بتقولي لي في نقاش جدي جاري بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر
بقول لك ايه ممكن يعمل خرق بالملف الرئاسي اذا التيار اقنع الرئيس بري او الرئيس بري اقنع التيار. ولكن هذا الامر حاليا هلا بينقال انه في حكي بس قديش في امكانيه هلا بتشوفي بمستوى الخطاب السياسي تبع الفريقين يوحي وكانه في هدنه. هلا هل الهدنه هي مرتبطه بنقاش يحصل تحت الطاوله بدها تسأل التيار وما بتسألي حزب البعث. فهون أنا بقلك أو إذا حدا بيقول مثلا بقلك إنه إيه فإذا في إمكانية خرق إنه والله في نقاش جدي مجددا بين التيار الوطني الحر وحزب الله أو يمكن بين التيار الوطني الحر والقوات ونائب وليد زبلاط وتكتل هودي النواب ال 13 المشحرين القوى التغيير اللي اصلا قوى شو؟ تغيير تفككوا لم يعودوا بتكتل. هلا انت جاوبتي اولا انه تفككوا بعدين هن قوى تغيير؟ هن شو العلاقه بالتغيير؟ هن منظومه مصارف لطرقة مصريات المودعين. هذا اتهام خطير للنواب انتخبون اللبنانيون على اساس انهم قوى تغييرية. الانتخابات جاي لفتني تصريح للنائب للخبير الانتخابي ربيع الحبر حول وضع هؤلاء في الشارع اليوم وكيف هن متراجعين مدري قد ايه لانه هن احبطوا الناس. بس ليش اتهمتم بانه هن منظومه مصارف؟ لك واضح جدا هلا بكل الاداء النيابي روح اسالي النواب جميعهم جميع النواب اللي لا في انا انتبهي 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 في عشان التعميم في في, في في بعض يعني انا ما فيني ما احترم الموقف السياسي للنائب حليمه قعقور اللي له عليه بجنوب لبنان. ما فيني ما احترم الموقف السياسي للنائب الياس جرادي بس ما فيني احترم حدا بيربط بين انتخاب وصيفه اولى لملكه جمال العالم من لبنان والحرب بجنوب لبنان وانه هيدي صورتكم وهيدي صورتنا. حبيبي صورتنا بتشرفك وصوره هؤلاء الشهداء بتشرفك وصوره هيدي العائله اللي استشهد امبارح الام والبي والشباب بتشرفك ولولا هيدي الدماء انت كنت محكوم بالجزمه الاسرائيليه ونحن كل اللي عملناه بالسياسي على مستوى الجبهة في جنوب لبنان من يوم ما حمل أول واحد في هذا المحور بارودي لتاريخ اليوم بشرفك وهيدي صورة لبنان اللي منعتز فيها. وإذا حدا حاطك إذا أنت قدرت تعمل عميل عند الأمريكان لأنه نحن موجودين لأنه لو ما نحن موجودين كانوا ما وظفوك عميل. في شيء بالبلد بده حسم. عمن تتحدث؟ ريهن والله لك بتعرفي ليس كل ما يعرف يقال. هوني بس حتى ما انسى الوزير شرف الدين سألته اذا الرقم 1400 قال لي ما عندي رقم اساسي دقيق. نعم. فانا حتى ما يصير العدد المسجونين في السجون بيعملوا عليه هلا التباس وبصيروا ايه بس الاكيد برجع بالزم لك انه ختاما الدولة في سوريا مستعدة لكل ما يطلبه لبنان. التقصير هو لبناني ربطا بكمشة الاذن تبع السفيرة الامريكية ما بنسترجي.